بإنسايد جيم. غسان سركيس المدرب الأكثر فوزاً بلقب بطولة لبنان، بعد ما كان رح يغيب عن البطولة شو رح يقول لإنسايد جيم عن الأحداث الأخيرة اللي صارت معه ورأيه بالبطولة قبل يومين من انطلاقه؟ شو تداعيات تصريح فهد الخطيب بالحلقة الأولى من إنسايد جيم؟ ما بحب أكون بعيد عن الدوري اللبناني، وهي صارت معروفة لفترة طويلة. اضطرينا السنة مثل ما كل بيعرف أنه أتركه أو سافر لظروف معينة صارت عنا بالدوري اللبناني. إنسايد جيم الأربعة 11 المساء مباشرة على LBCI والLDC.